رغم توصيات اللجنة العالمية، الحكومة تتردد في فتح الحدود. في الوقت الذي رفعت اللجنة العالمية الخاصة بكوفيد 19 توصية إلى حكومة عزيز خنوش من أجل إعادة فتح الحدود الدولية التي كانت أغلقتها بسبب التطورات التي عرفها الوضع الوبائي بالبلاد مع بداية انتشار متحور أوميكرون، لا تزال حكومة خنوش مترددة في اتخاذ هذا القرار. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لمح بشكل واضح إلى أن الحكومة لا تنوي أن تتخذ قرارا إعادة فتح الحدود في الساعات المقبلة ما لم تتحسن مؤشرات الوضع الوبائي. وبرر بوريطة الذي حل أمس بمجلس النواب تحفظ الحكومة على اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود لكون المؤشرات الرقمية المتعلقة بكورونا لا تزال مقلقة، بعدما أكد أن هذا الشهر تم تسجيل لحد الآن 97 حالة وفاة بكورونا مقابل 19 حالة الشهر الماضي.